نعم بالطبع بالطبع. لقد ذكرنا في المرة السابقة أن يمكن التدويل أن يكون سببا أو طريقا لنجاح أرمينيا في وقف هذه الاعتداءات التي كانت مستمرة حتى البارحة. البارحة أيضا كان هناك خرق لوقف إطلاق النار. التدويل جزء من فرض السلام، فرض الهدنة، أقله فرض الهدنة، لأن الموضوع كما الجميع يعلم أنه كبير، وليس هناك من تكافؤ في موازين القوى بين من جهة أرمينيا ومن جهة مقابلة تركيا وأذربيجان وبأسلحة متطورة جدا، وفي ظل لا أستطيع أن أقول تواطؤ أو صمت، نعم هذا الصمت يشبه التواطؤ الروسي أيضا. سيد سيروج، مدى تجاوب المجتمع الدولي مع المطالبات الأرمينية؟ هذه المرة لا تشبه سابقتها على ما يبدو، سابقتها في أي حرب ال 44 يوم في عام 2022. رأينا التحرك الأمريكي السريع، ورأينا التحرك الأمريكي والفرنسي أيضا في مجلس الأمن، حيث اتهما بالدولتين اتهما مباشرة أذربيجان بالتعدي على سيادة دولة سيدة ومعترف فيها دوليا وهي أرمينيا. ورأينا كيف الروسي دافع عن أذربيجان وتكلم عن بعض الاتفاقات المخروقة من هنا وهناك، ولكن نرى المجتمع الدولي يهتم أكثر، لأنه استمرار الوضع يهدد الأمن والسلم الدوليين. نعم فلذا أقله أن يصدر توصية من مجلس الأمن وفقا للبند السادس، لأنه استمرار الوضع كما قلنا يهدد الأمن والسلم الدوليين. نعم سيد سيروج، الجانب الروسي من كل ما يجري أين هو؟ كما تلاحظون هناك، إننا نصف الصمت، نقول الصمت، ولكن هناك تحيز لأذربيجان، والسبب قد يكون لكن تركي روسيا لديها بالأساس. قوات، لديها قوات في المنطقة تتواجد. نعم، هناك معاهدة دفاع مشترك بين روسيا وأرمينيا، أضف إلى ذلك عضوية روسيا وأرمينيا في منظمة الأمن الجماعي التي تضم تركمانستان وكازاخستان كرغيزستان والدول الست. وكما نعلم جيدا بأن عندما حصل محاولة الانقلاب على توكاييف في كازاخستان، منظمة الأمن الجماعي بما فيها أرمينيا أرسلت جنود للدفاع عن النظام في كازاخستان، ولكن لم نرى الاستجابة المماثلة في الحرب الأخيرة مع أذربيجان، فقط اكتفوا بإرسال بعض الخبراء لمعاينة الأضرار ربما أو معاينة الميدان وليس أكثر. ورغم وجود بعض المواقع العسكرية الروسية فلم يحركوا ساكنا، وبالطبع أذربيجان لم تتعد على المواقع الروسية داخل أو على الحدود الأرمنية داخل الأراضي الأرمنية. هذا طبعا عندما توجه السلاح على العناصر الروسية فمعناها أنك توجه السلاح على روسيا كاملة، فكان على روسيا أن تتحرك. روسيا لم تلتزم بمعاهدة الدفاع المشترك، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه. نعم واليوم كما نرى أيضا بالجمعية العمومية للأمم المتحدة الاتهامات، طبعا باشينيان سيحاول ويقول أننا نتعرض لإبادة، فعلا لإبادة. ليس هناك فقط ما نتكلم عنه اليوم أي قتل العسكريين والمدنيين، ولكن هناك قدم ممنهج للأراضي، هناك محو للأثار والثقافة الأرمنية من على الأراضي، في إن كان في أرتساخ وكل منطقة تحتلها أذربيجان أول ما تقوم به هو محو الآثار الأرمنية. وهذا عمل مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وليست وليدة اليوم يعني. شكرا جزيلا الباحث والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأرمني سيروج أبيكيان على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا.